اليوم نحن متواجدين في حقل الأحدب وبالتأكيد محطة العزل الرئيسية. في هذه المحطة الحمد لله يعني الأخوة في شركة نفط الوسط قدموا عرض لهذا المشروع وكيفية عمل هذه الوحدات والطاقات المتاحة. من ذلك الآن يعني نحن خلف محطة عزل الغاز الرئيسية في هذا الحقل. هذه المحطة تنتج كميات كبيرة من الغاز وغاز الطبخ، غاز الطبخ بحدود 130 طن تقريبا، وأكثر من 20 مقمق مليون قدم مكعب من الغاز. الغاز يوجه طبيعي إلى محطات الكهرباء الموجودة في المنطقة، وكذلك بالنسبة للـ LPG يتم تسويقه إلى الأسواق المحلية. هذه الحقيقة حقيقة يعني مشروع متكامل، لأنه معظم الغاز اللي يستخرج هو بكميات كبيرة من الكبريت، فهنالك أيضا يتم عملية عزل الكبريت وتنقية الغاز وتجفيفه قبل توجيهه إلى محطات الكهرباء. الإنتاج النفطي من هذه المحطة كان لا يتجاوز 41,000 برميل يوميا، ولكن استطاعت هذه الشركة شركة نفط الوسط من خلال الكادر المتقدم ومن خلال الهيئات المتخصصة من زيادة الإنتاج إلى أكثر من 58,000 برميل يوميا، وهذا حقيقة يعتبر إنجاز خلال فترة وجيزة. نأمل من هذه الشركة أن تزيد الإنتاج إلى أكثر من ذلك، ونحن إن شاء الله يعني سوف نراقب ونتابع أعمالها وإنتاجها إن شاء الله في المستقبل القريب. ما يلاحظ هنا مجرد الشعلات اللي موجودة هي عبارة عن شعلات بايلوت فلير، يعني فقط مجرد شمعات لإدامة الشعلة، وجميع الغاز المنتج من هذا الحقل ويستثمر حاليا. بالتأكيد هو راح يعني المنشآت اللي موجودة تتسع إلى أكثر من الطاقة الحالية لأنها مصممة ببطاقات أكبر، وبالتالي فبالإمكان استثمار جميع الغاز المصاحب مع النفط إن شاء الله. إحنا كوزارة نفط وضعنا الخطط الكفيلة باستثمار الغاز بشكل كامل، والحمد لله يعني جميع الغاز اللي الآن يحرق حاليا في الحقول المختلفة تم التعاقد على استثماره، ووضعنا خارطة الطريق موضع التطبيق، ومجرد انه كم يعني فترات زمنية من 3 إلى 5 سنوات سوف يتم استثمار جميع الغاز الذي ينتج حاليا من الحقول المختلفة. هنالك عقد شركة توتال بطاقة 600 مليون قدم مكعب من الغاز، وهنالك عقد مع في الحلفاية ب 300 مليون قدم مكعب. هذا العقد سوف يتم تدشينه خلال الأيام أو خلال الأشهر القادمة إن شاء الله، خلال شهر أو شهرين. وكذلك هنالك عقد موقع لاستثمار غاز حقل نهر بن عمر بطاقة 150 ممكن زيادتها إلى 300، والعقد تم توقيعه ووضع يعني تم تفعيله. كذلك هنالك عقد يتم تنفيذه حاليا في الناصرية مع عقد موقع مع شركة بيكر هيوز الأمريكية. هذا العقد يتضمن استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مليون قدم مكعب من الغاز. يعني جميع الغاز اللي المنتج حاليا تم التعاقد عليه مثل ما قلت، والعقود عادة عقود الغاز طبيعتها هي طويلة شوية، يعني من 3 إلى 5 سنوات، فإن شاء الله بحلول عام 27 أو 28 سوف يتوقف حرق الغاز نهائيا إن شاء الله.